بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم فيه عن برنامج تسميد القمح من البداية للنهاية عشان تاخد أعلى إنتاجية من فدان القمح، ممكن توصل معاك ل 28 و30 أردب. يبقى معاك يا جماعة حد إنتاجية من 25 لغاية 28 و30 أردب فعليا يا جماعة، لو أنت طبقت البرامج التسميدية وبرنامج الرش اللي احنا ماشيين عليه من البدايه لمحصول القمح. النهارده يا جماعه هقول لك على تسميد القمح من البدايه وحتى الحصاد. في البدايه يا جماعه واهم حاجه لازم تحط الجرعه التنشيطيه اللي بتضيفها قبل الزراعه. الجرعه التنشيطيه دي ايه يا جماعه؟ هنحط 20 متر مكعب سماد بلدي او سماد عضوي للفدان في الاراضي الطينيه، وهنحط 30 متر مكعب في الاراضي الصفراء والاراضي الرمليه والجليده، يبقى 20 متر مكعب في الارض الطينيه او الارض القديمه و30 متر مكعب في الاراضي الصحراوية او الاراضي الرملية والجديدة. بالنسبة للسوبر فوسفات يا جماعة، هنحط السوبر فوسفات بمعدل من 150 ل 200 كيلو جرام في الارض القديمة، وهنحط السوبر فوسفات لغاية 300 كيلو جرام في الارض الصحراوية والاراضي الجديدة. يبقى الارض الرملية الارض السمراء يا جماعة الارض الطينية هنحط فيها السوبر فوسفات معدل قد ايه؟ من 150 الى 200 كيلو جرام. طيب بالنسبة للارض الرملية هنحط 300 كيلو جرام في الارض الرملية. طيب نيجي بقى يا جماعة لسلفات النشادر، ودي مهمة جدا يا جماعه في الدفعه التنشيطيه الاولى. هتحط سلفات النشادر يا جماعه بمعدل 100 كيلو جرام سلفات نشادر في الاراضي الطينيه والاراضي القديمه، وتحط 150 كيلو جرام سلفات نشادر في الاراضي الرمليه والاراضي الصحراويه الجديده. نيجي بعد كده يا جماعه للكبريت الزراعي. هتحط الكبريت الزراعي يا جماعه بمعدل من 50 لغايه 75 او 100 كيلو جرام في الاراضي الطينيه، مفيش اي مشكله يا جماعه من زياده الكبريت، هيفرق معاك كتير جدا. وتحط في الارض الرمليه 150 كيلو كبريت زراعي. يبقى احنا كده ضفنا الكبريت الزراعي، حطينا سلفات النشادر، حطينا الفوسفور، حطينا السماد العضوي او السماد البلدي. نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم تحطها في الاعتبار برضو، انك انت تحط سلفات بوتاسيوم مع الجرعة التنشيطية الاولى. يعني ايه؟ هتحط حوالي 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم مع الجرعة التنشيطية الاولى، هتفرق معاك كتير جدا. كده بالنسبة يا جماعة للخدمة قبل الزراعة او الجرعة التنشيطية. نيجي بقى يا جماعه لاول دفعه من السماد ومع الريه الاولى. احنا اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن ريات القمح، وعملنا فيديو كامل عن ري القمح وعدد ريات القمح، قلنا ان هي بتختلف على حسب خصائص التربه اللي موجوده عندك. يعني واحد زارع في الارض الرمليه ممكن يروي القمح عنده 6 مرات 5 مرات لغايه 6 مرات او 7 مرات كمان، مفيش اي مشكله. في الارض الطينيه يا جماعه معاك من 2 ل 3 اخر حاجه 4 ريات لمحصول القمح في الارض الطينيه، وبرده بيتوقف على حسب مدى احتفاظ التربه بالميه او مدى صرفها ل المية. اول جرعه بقى يا جماعه مع الريه الاولى او ريه المحياه، واللي بنسميها ريه التشتيه، وقلنا قبل كده في حلقه الميعاد المناسب لريه التشتيه، وهسيبها لك برده في حرف اي تقدر ترجع لها. اهم حاجه يا جماعه الميعاد المناسب لريه التشتيه او ريه المحياه. طيب هتحط ايه يا جماعه بقى من الاحتياجات السماديه في الريه الاولى دي؟ هتحط 2 شكاره نطرات نشادر زائد 2 كيلو هيوميك اسيد زائد 1 كيلو فولفيك اسيد زائد 10 لتر حامض فوسفوريك، دول هتحطهم في الجرعه التنشيطية الأولى، تمام؟ وما تح... يعني حامض الفوسفوريك يا جماعة تحطه على اخلط ما تخلطوش مع اليومك الأول، ممكن بعد كده لو أنت خلطت المحلول كله اخلط معاه حامض الفوسفوريك مش مشكلة، أو إنك أنت تحطه لوحده عشان تاخد منه أكبر استفادة. يبقى أول جرعة يا جماعة مهم قوي الفوسفور عشان الجذور، مهم قوي الأزوت عشان الورقة والبناء، عملية البناء الضوئي، ويعمل لك مجموع خضري وتفرعات كويسة في الفترة الأولى. هتحط 2 شكارة نطرات نشادر، هتحط 2 كيلو 2 كيلو هيوميك اسيد زائد 1 كيلو فولفيك اسيد، وتحط لي 10 لتر حامض فسفوريك، ده الجرعه الاولى. طيب انت ما عندكش نطرات عايز تحط يوريا، حط يوريا مفيش اي مشكله، قلل بس الكميه شويه، يعني بدل ما هتبقى مثلا 100 كيلو نطرات نشادر حط مثلا 75 كيلو يوريا. لو انت هتحط سلفات نشادر مفيش اي مشكله برضه، زود الكميه بتاعت سلفات نشادر يا جماعه، وده بتختلف على حسب التركيز بتاع الازوت اللي موجود على المركب السمادي اللي حضرتك هتضيفه. ده بالنسبه للمره الاولى. الدفعه الثانيه يا جماعه هتحط ايه في الدفعه الثانيه؟ الدفعه الثانيه يا جماعه هتحط سلفات نشادر معدل قد ايه؟ 100 كيلو سلفات نشادر زائد برضه 2 كيلو هيومت و1 كيلو فولفيك اسيد، وتحط معاهم
20 لتر حامض فسفوريك. يبقى كده يا جماعه دي الدفعه الثانيه، وبتبقى بعد الدفعه الاولى او بعد الرايه الاولى بحوالي من 20 الى 30 يوم، يعني من 20 ل 30 يوم يا جماعه بتروي الرايه اللي بعدها. واوعى تعطش القمح في الفتره دي. دي الدفعه الثانيه هتحط فيها سلفات نشادر بمعدل 100 كيلو سلفات نشادر، هتحط فيها 20 لتر حامض فسفوريك، هتحط فيها 50 كيلو سلفات بوتاسيوم. دي الدفعه الثانيه. نيجي بقى يا جماعه للدفعه الثالثه، وبيكون خلاص النبات طلب السنابل بتاعته، وصلت العمر مثلا 75 او 80 يوم او 90 يوم، والنبات عندك طرد السنابل بشكل كامل، تحط ايه في المره دي؟ ما عدتش تحط ازوت بقى خالص يا جماعه في الفتره دي، هتحط ايه؟ هتحط بوتاسيوم وتحط حامض فسفوريك، تحط 50 كيلو بوتاسيوم وتحط 20 لتر حامض فسفوريك. ده يا جماعه برنامج التسميد بالنسبه لنبات القمح من الاول وحتى الاخر. يبقى انت كده ضفت الدفعات بتاعتك على ثلاث دفعات. في الارض الرمليه يا جماعه ممكن تقسم الدفعات دي على اربعه او على خمسه، ما فيش اي مشكله. لو جت معاك الرايه الاخيره ما فيش مش هتدي فيها سماد، ما يزعلكش في اي حاجه. احنا عاملين برنامج رش لنبات القمح من البدايه وحتى الحصاد. البرنامج الرش ده برضو يا جماعه ده برنامج رش متكامل، برضو هيكمل الدفعه دفعه التغذيه بتاعتك او السماد الدفعه السماديه بتاعتك، عشان لو النبات ناقصه اي عنصر من العناصر عشان تاخد منه اعلى انتاجيه او الحد الامثل للانتاجيه بتاعتك، اللي زي ما قلنا يا جماعه ممكن توصل معاك بتعدي ال 25 اردب للفدان يا جماعه. ونركز قوي في الكلام ده. نيجي بقى يا جماعه لنقطه مهمه جدا. انت خلصت التسميد الارضي بتاعك بالكميات اللي احنا قلنا عليها، والكميات دي يا جماعه مش كتير ولا حاجه مقارنه بالانتاج اللي حضرتك هتاخده من محصول القمح وكمان من محصول العلف. يعني هتاخد معدل عالي جدا من المحصول في الحبوب، وكمان هتاخد معدل عالي من العلف اللي هو التبن يا جماعه. هتاخد كميه تبن كبيره، وكمان هتاخد كمان كميه محصول عاليه جدا بتعدي ال 25، ممكن توصل معاك ل 30 اردب لو انت اتبعت التعليمات اللي احنا ماشيين عليها دي. طيب في نقطة كمان مهمة جدا يا جماعة لازم تحطها في الاعتبار. في عندك عناصر مهمة نقصها ممكن يعمل لك مشكلة ويعمل لك نقص في الانتاج ويعمل لك مشكلة في جودة الحباية نفسها. ايه هي العناصر دي؟ اتكلمنا عليها قبل كده يا جماعة في حلقة كاملة. عندك زي الزنك، عندك النحاس، عندك البورن، عندك الكالسيوم، عندك البوتاسيوم. دول اهم خمس عناصر يا جماعة لمحصول القمح، وعملنا حلقة كاملة للرشات القمح من البداية للنهاية، من اول رشة الحشيش يا جماعة وحتى حصاد، عشان تاخد اعلى انتاجيه من محصول القمح. وحاول ترجع للحلقه دي، حلقه من الحلقات المهمه جدا. يبقى لازم تكمل عشان تكمل البرنامج السمادي اللي احنا قلنا عليه ده، انك انت تمشي على برنامج الرش الورقي من فوق، عشان في بعض العناصر انت مش هتعرف تضيفها مع مياه الري. دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه، كل الكميات اللي احنا قلنا عليها دي تحاول بقدر الامكان ان انت تستخدم الكميات دي في صوره محلول. يعني ايه في صوره محلول؟ يعني تدوبها في برميل على دماغ على راس الارض كده او على الحوال، وتبدا تسحبها مع الميه اللي نازله، ما تبدرهاش نسرا في الخطوط. مش معنى كده ان انا بقول لك انت لو بدرتها نسرا يبقى انت غلط، لا، بس هتبدرها نسرا في الخطوط. الكميات دي يا جماعه النترات هتفقد نسبه كبيره، اليوريا هتفقد نسبه كبيره، فانت تركز يا جماعه وحاول تاخد اعلى استفاده من كميه السماد اللي حضرتك بتحطها. انا عايز اخد منه استفاده كامله، يبقى عشان اخد منه استفاده كامله يا جماعه اضيفه في صوره محلول، ادوبه في برميل وابدا اسحبه مع مياه الري. ده بالنسبة للتسميد يا جماعة، أو برنامج التسميد الأمثل اللي أنت هتمشي عليه عشان تاخد أعلى إنتاجية لفدان القمح. مهم أوي يا جماعة حلقة الرش أو الرش الورقي المتكامل لفدان القمح من البداية للنهاية، وهسيب لكم الحرف ده الحلقة دي يا جماعة في حرف الأي فوق تقدر ترجع لها. تركز أوي يا جماعة في الموضوع ده، كل الرشات يا جماعة عاملينها من أول الزراعة وحتى الحصاد. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. شاركوا الفيديو ده على قد ما تقدروا يا جماعه عشان معلوماتنا توصل للجميع. اتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.